قبل أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الموسم الدراسي الجديد، افتتحت الطبعة الثانية لمعرض الدخول المدرسي بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة بمشاركة حوالي 40 عارضا. المعرض يأتي لمواكبة باقي المعارض الجوارية التي تم إطلاقها في ربوع الوطن. سجلنا 78 سوق دخل فعليا عبر كامل التراب الوطني، من بين 97 سوق اللي راهو مبرمج. رانا لاحظنا وعنا وفرة كبيرة جدا في المواد المدرسية وكذا من حيث النوعية، وركزنا أيضا وتقدروا تعينوها بنفسكم على أن كبير من المنتجات راهي منتجات مصنعة محلية. الفضاء التجاري الذي يتنافس فيه المنتوج المصنع محليا والمستورد تباينت فيه الأسعار، إلا أن الإجماع كان لصالح الوفرة. زوار المعرض أبدوا استحسانهم لمثل هذه المبادرات التي خففت عنهم بعضا من أعباء الدخول المدرسي. الأسعار ما هيش زايدة مبسات، رأي مليحة، رأي تناسب التلميذ تناسب الأولياء وتناسب لبخي في متناول الجميع. بدل من زعما إنسان يروح يشري كل عفصة من كل شاك زعما حانوت، يشري زعما يجي هنا يلم دوزان تاعو كامل يشري ويروح. المعرض كان فرصة كذلك للتعريف بالمنتوج الوطني وتسويقه بصفة مباشرة للزبون. كمصنعين ومستوردين حضرنا هنا سبيسيالمون باش نكسروا الأسعار. بالنسبة للأدوات المدرسية نقصت، يعني كما نقول لك الأقلام الرصاص، السيالات، خصوصا ذوك السيالات كاين تاع الامبورطاسيون كاين تاع الوطنية، كاين تاع سيالات حتى تاع 10 دينار، تاع وكان يبداو من 10 دينار حتى 100 دينار، انت والرغبة تاعك وشاكي حاب. هذا وسيتواصل المعرض لمدة 16 يوما في انتظار تعزيزه بمعرض آخر على مستوى المدينة الجديدة للسيدي عبد الله.